الصلبان والأيقونات ممنوعة من سوق الصاغة في طرابلس، والجهة المانعة مسلحون جالوا على السوق. نفي هذه الإشاعة التي سببت بلبلة في طرابلس ومحيطها جاء في واجهات المحال قبل أن يأتي على لسان رئيس نقابة الصاغة في طرابلس خالد النمل. أنا عمري 60 سنة بهالسوق، أنا تحريت الموضوع من امبارح لليوم وسألت محل بطرابلس، بعزمي، بالتل، بالمينا، بالسنترال، حتى المحلات المتفرقة سألتهم عن هذا الموضوع، كلهم أجابوني بالنفي. أنا زبونيتي نصهم من شكة ومن أنفي من صغرتها من البترون ومن الكورة، يعني منو صحيح الحكي. الصاغة الذين أكدوا أنهم فوجئوا بهذه الإشاعة رأوا فيها محاولة لضرب الأسواق التي انتعشت بعد فترة طويلة من الانكماش نتيجة الأحداث في المدينة. أنا سمعته من الشارع من هون، يعني عم تفاجأ فيه ومستنكر هالخبر نهائيا. ونحن بنبيع صلبان، في عنا زبونات مسيحية وفي عنا صياغ مسلمين بياخذوا من عنا صلبان لزبونات مسيحية. كثير استغربنا لأنه نحن عايشين بهالسوق وما صارت قبل هلا أبدا 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 أبدا، يعني بدنا نشوف شو في وراها هيدي، أكيد موضوع سياسي أو ضرب اقتصاد يعني. سواء كانت مجرد إشاعة أم محاولة للعب على خط الأمن والطائفية في طرابلس فهي لم تنجح، لأن الأهالي سئموا محاولات ضرب استقرار المدينة.